المياه. جنبان هنا. أكاديمية هي كتان سلا. الأكاديمية الملكية للشرطة، السلام الوطني، سلام، خف. أكاديمية ثري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. Thank you.
كلمة الحفل يلقيها العقيد الركن حمد بن محمد آل خليفة مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الأفاضل، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أحظى بشرف الترحيب بقدوم سموكم الميمون في هذا اليوم المبارك الذي تحتفل فيه الأكاديمية الملكية للشرطة برعاية سموكم الكريمة بمناسبة تخريج الدفعة الخامسة من أبنائكم التلاميذ العسكريين. إن إعداد وتأهيل القوى البشرية هو السبيل للعبور نحو المستقبل بخطط ثابتة لتجاوز التحديات والظروف الراهنة على جميع المستويات، وامتلاك القدرة على مواجهة المستجدات المستقبلية بفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. سيدي صاحب السمو الملكي، الحضور الكرام، أن تلاميذ الدفعة الخامسة الذين نحتفل بهم اليوم قد أمضوا ما يزيد على 4 سنوات في الكلية الملكية للشرطة جرى خلالها إعدادهم ذهنياً وبدنياً ونفسياً وفق أحدث المناهج والمقررات القانونية والشرطية والإدارية والعلوم الإنسانية الأخرى وأرقى البرامج التقنية والتدريبية النظرية منها والتطبيقية، والتي تم تنفيذها بالشراكة مع العديد من المؤسسات والخبراء والمدربين المحترفين لكي يتمكن خريجونا من القيام بواجباتهم الأمنية والشرطية في ظل القانون وبشفافية ويكونوا على قدر المسؤولية والثقة، وضباطاً يتمتعون بالكفاءة العملية والعلمية التي تؤهلهم لنيل شرف خدمة الملك والوطن في ميدان من ميادين الشرف والعطاء. سيدي صاحب السمو الملكي، إن الأكاديمية الملكية للشرطة وفي سعيها الحثيث نحو تحقيق أهدافها وفق الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة للقيادة الكريمة المتمثلة في سيدي معالي الفريق الركن وزير الداخلية حفظه الله، تحرص دائما على الأخذ بأسباب التميز والإتقان، فكانت الحاضنة لبرامج التطوير والتدريب وذلك للارتقاء بالأداء الشرطي وفق المفاهيم العصرية والنظم المتقدمة للمواءمة بين حفظ الأمن وفرض النظام واحترام الحقوق الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون وفيا للبحرين، أن أكون وفيا للبحرين، أمينا على حقوقها، أمينا على حقوقها، مخلصا لمليكها المفدى، مخلصا لمليكها المفدى،
مطيعا لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي محافظا على شرفي وسلاحي مؤديا أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة محترما قوانين البلاد وحقوق الناس والله على ما أقول شهيد تفضل الآن سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر راعي الحفل بتسليم الجوائز للمتفوقين من الخريجين وهم التلميذ العسكري عبد الله حامد محمد حامد وقد حاز على الترتيب الأول في المجموع العام. التلميذ العسكري عبد الله حميد عقلة العنزي وقد حصل على الترتيب الثاني في المجموع العام. التلميذ العسكري محمد إبراهيم خميس بحر وقد حصل على الترتيب الثالث في المجموع العام. التلميذ العسكري حمد علي يوسف بوشقر وقد حاز على جائزة القيادة. التلميذ العسكري عيسى عبد اللطيف عيسى عجلان وقد حاز على جائزة الرماية. التلميذ العسكري حمد صلاح عبد الله مطر وقد حاز على جائزة المشاة. التلميذ العسكري محمد عبد الرحيم محمد جناحي وقد حاز على جائزة التربية البدنية. وبهذه المناسبة السعيدة يقدم سيدي الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي راعي الحفل.
يتقدم دورا لليسار لليسار خلف بسم الله الرحمن الرحيم. استنادا للنظام الداخلي للأكاديمية الملكية للشرطة وقرار مجلس التعليم العالي رقم 59 لعام 2007 وبعد استكمال الخريجين لكافة متطلبات التخرج، قرر مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر لسنة 2012 منح درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة للمستحقين من التلاميذ العسكريين بالكلية الملكية للشرطة والمعتمدة من سيدي معالي وزير الداخلية بتاريخ 30 ديسمبر لسنة 2012. يتفضل سيدي الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بتسليم الشهادات على الخريجين، وهم التلميذ العسكري عبد الله حامد محمد حامد. التلميذ العسكري عبد الله حميد عقل العنزي. التلميذ العسكري محمد إبراهيم خميس بحر. التلميذ العسكري محمد ثاني محمد صخير. التلميذ العسكري محمد خليفة دعيج العتيبي. التلميذ العسكري فهد عدنان عبد الله فهد. التلميذ العسكري عمر عبد العزيز يوسف عبد الله. التلميذ العسكري صالح أنور صالح أبو حسن. التلميذ العسكري خليفة هيكل محمد الهادري. التلميذ العسكري عبد الله عيسى سلطان بوماهر. التلميذ العسكري محمد يحيى عبد الله الجار. التلميذ العسكري خالد عادل حمد الجار. التلميذ العسكري علي صقر خليفة بن علي. التلميذ العسكري حسين عادل عبد الله العريفي. التلميذ العسكري طلال حسن يوسف العبيدلي. التلميذ العسكري محمد أحمد علي حميد. التلميذ العسكري عبد الرحمن صلاح علي الزياني. التلميذ العسكري سعد ناصر سعد المران. التلميذ العسكري
خليفة خالد خليفة الزايد. التلميذ العسكري يوسف محمد يوسف الجار. التلميذ العسكري عبد الله علي عبد الله ابو دواس. التلميذ العسكري عبد الله علي عبد الله النهام. التلميذ العسكري هشام حسن محمد الحمادي. التلميذ العسكري محمد عبد الخالق عبد الرحمن عبد الله. التلميذ العسكري محمد خليفة محمد زايد. التلميذ العسكري عبد الله محمد سالم العميري. التلميذ العسكري أحمد علي عبد الوهاب الشيخ. التلميذ العسكري سالم صلاح سالم مبارك. التلميذ العسكري خليفة عايض خليفة الكعبي. التلميذ العسكري خالد أحمد يوسف سالمين. التلميذ العسكري يوسف عبد الله يوسف الكعبي. التلميذ العسكري خالد محمد حسين الريس. التلميذ العسكري إبراهيم عبد العزيز صالح السعاتي. التلميذ العسكري نواف سلطان أحمد الرشيد. التلميذ العسكري حمد صلاح عبد الله مطر. التلميذ العسكري عمار علي حسن العربي. التلميذ العسكري أحمد عادل عبد الله الرئيس. التلميذ العسكري حمود غازي حمود ناصر. التلميذ العسكري حسن علي محمد الرفاعي. التلميذ العسكري عبد الله محمد أحمد الحمر. التلميذ العسكري خالد صلاح الدين مال الله الأنصاري. التلميذ العسكري يوسف أحمد عيد الهاجري. التلميذ العسكري عبد الله عيد عبد الله الكعبي.
التلميذ العسكري حمد علي يوسف بوشقر. التلميذ العسكري أحمد شهاب يوسف شهاب. التلميذ العسكري عبد الله علي راشد علي. التلميذ العسكري عبد الله محمد إبراهيم الكعبي. التلميذ العسكري أحمد خالد ربيع الدوسري. التلميذ العسكري راشد جبر محمد الكواري. التلميذ العسكري خليفة عبد الله خليفة الجيران. التلميذ العسكري سعود محمد حسن العسيري. التلميذ العسكري مصعب جاسم أحمد السعيدي. التلميذ العسكري أحمد عادل أحمد الخاجة. التلميذ العسكري فيصل محمد إبراهيم الدوسري. التلميذ العسكري محمد عبد الله أحمد صليبيخ. التلميذ العسكري محمد عبد الرحيم محمد جناحي. التلميذ العسكري عبد الرحمن علي أحمد سيار. التلميذ العسكري فيصل صلاح عبد المجيد الذوادي. التلميذ العسكري عبد الوهاب محمد عبد الوهاب البوعينين. التلميذ العسكري حسن أحمد صالح الحادي. التلميذ العسكري خليفة عبد الله خليفة بن علي. التلميذ العسكري أحمد عيسى حسن الشايجي. التلميذ العسكري محمد علي محمد المطوع. التلميذ العسكري سلمان عبد الرحمن إبراهيم الكواري. التلميذ العسكري عيسى عبد اللطيف عيسى عجلان. التلميذ العسكري عيسى عبد الرحمن السيد المحلى. التلميذ العسكري علي عبد الرحمن جاسم كمال. التلميذ العسكري حسين علي حسين علي.
التلميذ العسكري راشد إبراهيم عبد الله الهاجري. التلميذ العسكري رشيد عبد الله عبد الرحمن المير. التلميذ العسكري عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الشمري. التلميذ العسكري سلمان غازي سلمان المسلم. التلميذ العسكري أحمد جاسم عبد الرحمن المطاوعة. التلميذ العسكري عيسى محمد خميس رميحي. التلميذ العسكري محمد عيسى يوسف البن علي. التلميذ العسكري محمد نبيل سالم الشروقي. التلميذ العسكري محمد أحمد خليفة القعود. التلميذ العسكري راشد عيسى عبد الله البعينين. التلميذ العسكري أحمد عبد الله إبراهيم شويطر. التلميذ العسكري أحمد شوقي صالح بوعلاي. التلميذ العسكري محمد إبراهيم محمد الرشيد. التلميذ العسكري خالد علي أحمد الدوسري. شكرا سيدي. رجيت هيك رجيت دليل بيه.